هذه الشعب الفلسطيني الذي استغنى معاناتنا فإننا لن ننسى الشعب الفلسطيني الذي يكافح الميلاد مع الكيان الصهيوني وعملائه من الأنظمة العربية والأنظمة الدكتاتورية الغربية ومن هذه الخزينة نفذ صدري سئمت الانتظار يا دينة العرب أين هي الأفكار وأين فرشة الكرب ندبت الأشجار وهي تتأهب سقطت الأمطار وصارت حمراء تتخاطب آفرة الأشجار مذلة قالت العرب جاءت الأنهار في عروقي حاملة العش والحذر مصر كل الإصرار على حبك بما صدر منكر كل الإنكار بأنك لا تحبين العرب عازم على الانتصار من أكبر الجبن والهرب مستعد للانتحار من نشر الزيتون والعنب فهمت الانتظار يا دينة العرب هل يبنى لنفع الحصار وإعلان المقاومة في كل قلب ونعلن نظم الأسوار من الركوع والقلب ونكرر كل الإقرار برفع الظل والأحياء في الحرب وتحيا بمنزل